السلام عليكم، اهلين فيكم. فيديو جديد، من زمان متردد اني اسوي ذا الفيديو لكن قلت خل اسويه. طبعا انا اللي عارفني قريب مني عارف اني كل شوي اغير غلاف. بالنسبه لي يعني احس انه مرض ادمان اغلفه، يعني اليوم استخدم غلاف، اليوم الثاني استخدم غلاف ثاني، اليوم اللي بعده في الاسبوع بدون غلاف بدون اي شيء كذا انوع. لكن وصلت لمرحله اني قمت اشري اغلفه كثيره. ما ادري ايش اللي طيحني على هذه الشركة. يوم طحت على هذه الشركة خلاص، يعني كانت عندي قبل كم ما أبغى غلاف واحد ولا غلافين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، أغلفة كثير أشتري فيهم وكل شوي نوع فيهم. لكن يوم طحت على هذه الشركة ما أدري كيف بدون أي سبب كذا خلاص استك فيها. أحس إني ما برضي يغير، أرجع على غلاف قديم أرجع له مرة ثانية. صار هو مثل ما تقول المحور، أروح غلاف أرجع له، هو أروح غلاف ثاني أرجع له مرة ثانية، هو لازم هو. فالغلاف اللي عجبني فيه ستاند، يعجبني كثير الستاند في الجامعة ولا في كل مكان أحطه. يعجبني فيه الجريب اللي ورا، يعني أقدر أحط إيدي وأمسك الجهاز، خصوصا صار جهازك آيفون كبير، الآيفون الماكس. يعجبني فيه صلابة الجهاز أو الغلاف نفسه. فيعجبني فيه الكاستوم برضو، الجريب اللي ورا تقدر تغيرهم في قطعة، تقدر تشتريهم تغيرهم لحق الجريب، تفصلها وترجع تركب شيء ثاني. حسيت نفسي خلاص ذا الغلاف ما راح أقدر أغيره، فمسكت عليه من آيفون 10S ما غيرته، وما شريت واحد ثاني بعد على طول خلاص. يوم جي الايفون 11 برو ماكس، اصلا قبل ما يجيني الايفون 11 برو ماكس شريته شريت الغلاف، شريت اول واحد الشفاف استخدمته، اتوقع موجود هنا هذا، شريت اول واحد الشفاف استخدمته. طبعا مثل ما قلت لكم هذا الجرب ذا تقدر تغيره، تقدر تفصله من ورا، في الشركه تبيع لك الوان على حسب الكاستم حقك اللي تبي. بلاستيك هو مغوى حلو ممتاز، عن الطيحات وعن كل شيء، فممتاز جدا مثل ما نشوف. طبعا في سلم تقريبا برضو انه يكون مفتوح من تحت، لكن انا اخذ البرو عادي. في انواع برضو بدون غلاف او بدون ستاند، في انواع لحق الايفونات القديمه الحين الجديد ما بعد يسوونها، يمكن يسوونها قدام، انه في يكون عندك لحق البطايق تقدر تركبها. طبعا يدعم الوايرلس تشارجنج عادي، ما راح ياثر فيه. وشريت برضو الاسود نفسه بالضبط بس لون اسود. طبعا في الوان كثيره مثل ما قلت لكم، اقدر اغير هذا افصله واركب هذا الشفاف ولا كل شيء. الغلاف جبار ممتاز، انصح كل شخص عنده ايفون يشتريه، كل شخص عنده جالكسي اي جهاز يشتريه، ما راح تندم على ذي. وقويه، يعني ما اقول لكم شوفوا قويه كيف ممتازه، ما يصير فيها اي شيء، يعني كاستخدام عادي طبيعي، استخدام الطبيعي ما يصير فيها اي شيء ولا يطيح الجوال اللي ركبته فيه. فغلاف جبار ممتاز، انصح كل شيء كل شخص يشتريه. اسم الغلاف جريب تو يو، موجود تقريبا في السعوديه، ما ادري تقريبا في الجرير يمكن موجود، ما بسوي يعني، ترى شاري انا من امازون وشاري من موقع الشركه برضو. الامازون هذا تقريبا الشفاف، هذا من موقع الشركه، من جريب تو يو تفتحونه وتشوفون الغلافات، تروحون تشوفون الاشياء اللي يسوونها. وتقريبا في السعوديه شفت كذا مشهور مسوي دعايه، موجود في كفراتي تقريبا بس. فهذا الفيديو، قبل ما انهي الفيديو اقول لكم اغلفه لازم تحمي جهازك، ما اقول لك يعني جهازك شري بديك القيمه لازم تحميه بغلاف ممتاز وعلى حسب احتياجك. يعني انا بالنسبه لي ما انصح زوجتي تستخدم ده، بما انها يم بنتي وحول بنتي وحول اطفال كثار، ففي غلاف له اسمه لايف بروف، يكون يغطي الجهاز من الكامل حق الاطفال ذيك الجهه. فهذا الغلاف يغطي الجهاز ويرفع الحواف قدام عن الطيحات، لكن اللي متعمد يبي يكسر القزاز راح يكسرها. ف غلاف ممتاز، لكن مثل ما قلت لكم في النهاية ما في أحلى من ملمس الجهاز بدون غلاف. يبقى الجهاز كذا بدون غلاف أفضل بكثير. عندي الأغلفة أستخدمهم وأحبهم، لكن ملمس الجهاز بدون غلاف، أنا عارف أنه لو يطيح عليك بتجيب العيد بتخسر الجهاز، لكن يبقى ملمس الجهاز، يعني فخامة الجهاز كذا. اللي ما استمتع يجربه، يجرب جهازه، بس ما عندي شغل إذا طاح جهازك واخترب. جرب جهازك بدون غلاف مستخدمه، تشوف فخامة، تشوف القيمة اللي فيه، يعني القيمة اللي حطيتها فيه، تشوف التصميم، تشوف أبل كيف اللي سوت في الجهاز. وبس هذا الفيديو وهذا كل شيء. يعني تكون اسم الشركة جريب تو يو، تقدرون تبحثون عنه في الانترنت تشوفون في بلدتكم أو دولتكم ويبيعونها. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم. السلام عليكم.